احنا غير. أكيد زينب، رح نروح لفقرتنا التالية والتي تحمل عنوان لا مستحيل أمام إرادة الحياة. هي أول مبادرة تطوعية مجانية تتجه في مجال الدعم الجسدي والنفسي عن طريق التمارين الرياضية، مضمونة تحسين الحالة الصحية لهذه الفئة عن طريق تقوية وتحسين عضلات الجسم السليمة. لنحكي أكثر عن هيدي المبادرة معنا الدكتور جورج المعلم، مؤسس المبادرة. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح الأخبارية الحلو كتير. أهلا وسهلا، يسعد صباحك عن جديد. يعني عم نحكي عن رياضة من الصبح وجسم سليم، خلينا نحكي كيف إجت الفكرة بهي المبادرة وشو هي هي المبادرة. هلا باختصار شديد، أنا بديت فكرة كان بالصدفة، هي صارت على فكرة القصة أنه أنا أجاني أحد الأطفال عمره تقريبا حوالي 8-9 سنين، جايبينه أهله تقريبا عم بيسندوا معه نوع من الشلل الذهني، مو 100% مو كامل، حوالي 50-60%، يعني بيستوعب بعض الأشياء، مثلا بيعد بيفهم لما بقول له أنا أرفع إيدك أو بيستوعب علي، بس أما عنده مشكلة بأطرافه رجليه وبإيده. حكينا مجالنا نحن كنادي رياضة ومرنين أشخاص كتير، بالنهاية هذا شخص ما بيفرق عن الشخص العادي أبدا أبدا، ولا عنده ظروف معينة ولادية، منها في بعض منا مكتسبة مرض معين بحادثة معين أو سبب الأزمة اللي نحن فيها. بديت معه أعطي شوية تمرينات معينة وساعده أنا. طبعا كان بالبداية كان كتير انطوائي، كتير عدائي، ما يقدر يبعد عن أمه، إذا تركته أمه يصير عدواني بشكل مخيف، يعني مرعب بعض الشيء. على درسين 3-4-5 حبنا، بدي أحبك، حتى يحبك لازم انت تحبيه لهيدا الشخص، هدول الاشخاص بشكل خاص. بدي بقى يتحسن ويتطور، يعني بفتره كثير قصيره، انا تفاجأت، انا متوقع بدي وقت طويل، باقل حوالي شهر تقريبا بدي صار يوقف على رجليه، بعد شوي صار يمشي، بعد شوي صار يستعمل ايديه. هلا لسه عنده مشكله طبعا ما بتروح، بس انه من شخص كان يساعدوه شخصين ليمشي لحتى صار لا بيمشي لحاله. حلو، استناه امه برا بيطلع لعنده بيمشي وبيجي لعندي مشي، صار يسلم بطريقة حلوة، صار يسلم على الكل، تغيرت نفسيته تماما، صار يبوسني بالفوتو ويبوسني بالطلعة. حلو، حبك. فقديش ما نحن لعبنا على الدور كمان النفسي. من هون بدينا نحن، حبينا الفكرة، فكرة حلوة. نحن أول مبادرة بسبب بشكل خاص، لأنه نحن عن طريق هلا في عنا كتير جمعيات ومؤسسات حكومية أو خاصة بتعنى بهذه المسائل. نحن لا، اتبعت أنا طريقة، وهي أنه أول شيء عن طريق تمرينات رياضية معينة، وغيرت لهم ببعض منهم أنظمة غذائية وبعض الفيتامينات والمتممات اللي بتساعد على تحسين الحالة اللي هن بيشكوا منها، وعملت لهم نوع من الدمج مع بقية الأشخاص. يعني أنا لا عملت لهم وقت معين لهم، أنا بالنهاية عندي مركز تمرين رياضي للجميع، سيدات رجال مختلف الأشخاص والأعمار. لا، جبتهم بوقت مع الأشخاص العاديين، يعني عم يتمرنوا هيدول الجماعة مع الأشخاص العاديين، صحيح، مثلهم لا وقت خصوصي لألون ولا مركز خصوصي لألون. لما أنا بدي أعمل لهم وقت خصوصي لألون، معناتها حصرت هالمجموعة المعينة نفسها اللي بيعانوا من المشاكل. طبعا. لا، أنا بدي العكس، بالنهاية صدقوني ما مزاودة ولا شيء، بالنهاية هني أشخاص ما بيختلفوا عنا، ولا بالعكس أنا لاحظ بكتير أشياء هني أحسن منا، عندهم ملكات، عندهم ملكات رهيبة. يعني أحيانا بتحس أنه بتختلف زينب عن الأشخاص العاديين، كونها واصلة لدرجة في ذكاء بالموضوع. أنا شفتها، يعني لمستها أنا ناهيكي، أنه بصير بقى لما بيحبوك مثل ما حكيت بصير بدي يعملوا أكتر مشانك، بيشتغلوا حالهم أكتر، بيبذلوا جهد أكتر. من هون بدينا نحن، بدينا نتطور وكبرنا وزدنا وصار عندي عدد جيد جدا. وبنفس الوقت هي طبعا عامل فترات للاطفال بهذا العمر لحد ال 14 سنه، من ال 6 او 7 سنين لل 14، عملت فتره ثانيه للاشخاص الكبار، الاحتياجات الخاصه الكبار يلي ومعظمهم رياضيين. شو يعني رياضيين؟ يعني بيشاركوا ببطولات داخليه وخارجيه. نعم. في منهم مشارك بطولات خارجيه وحاصل على مراكز كتير كبيره. على فكره اخبركم شغله، يعني الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه ببطولات خارجيه بيكون نتائجهم ومستوياتهم افضل من الاشخاص العاديين. صحيح. صدقيني، عندهم اصرار على الحياه تماما تمام بشكل كتير كبير، خصوصا ببلادنا، وخصوصا انه نوعا ما عندهم بعض الدعم، نوعا ما مو كثير. نتمنى نحن الدعم للكل يكون اكثر شوي، لانه هن بحاجه زمان اكثر. نحن ما فينا ننكر انه اوكي هن عم يشاركوا بطولات وعم يطلعوا يفوتوا، بس هن عندهم مشكله، يعني اللي عنده شلل اطفال مثلا، في شلل رباعي. يعني عندي احد الاشخاص الصبايا الجميله جدا وروحها حلوه جدا تجيني مثلا بكرسي،
هي بنضطر يعني ما في يعني انا بدي امسك لها ايدها ارفع على ايدها وادي مرنها. علما انه ما بخبركم كيف كيف نفسيتها، صدقوني احسن من نفسيتي. يعني انا اتمرن انا بحس حالي اني انا ارتحت انا انبسطت. غريب، فربنا دخيل اسمه كيف كيف بيعطي. فتنا على القسم الثاني اللي حكينا عنه، هي قسم الكبار الكبار العمر. كمان اجاني كثير اشخاص، في منهم ولادي، منهم قتل بسبب مشكله ما الحرب اللي شفنا منها كثير. اتبعنا بقى طريقه اللي كنا عم نحكي هلا فيها بالمقدمه، انه نحن نقويلهم اذا فيني نقويلهم الطرف اللي عنده في مشكله ما منقول لا اكيد بنساعده عليه، بس نحن صفى هن باعتبار اعتمادهم على القسم الثاني. يعني اللي عنده بتر بهيدا الرجل على سبيل المثال اكيد صفر اعتماد كل جسمه على رجله وحتى القسم الاعلى من جسمه. هدفنا نحن بقى نقوي له هيدي المساله، نقوي هي العضلات، نزيد من لياقتها، نزيد من مرونتها، نزيد من اصراره انه يعني يتمرن عليه اكثر، لانه بالنهايه خلص هي راحت معه ابديه. اكيد يعني راحت معه كل العمر، برغم انه بعض الاشخاص مركبين اطراف صناعيه، بس انه بالنهايه طرف صناعي ممكن يساعده للمشي شوي، بس اما ما بيساعده كحياه طبيعيه. انا انبسطت من شغله انه معظمهم على فكره، في منهم بالذات الكبار السن عم بحكي، موظفين وبيشتغلوا، في بعض منهم بسوق سياره، البعض متجوز. يعني المقصد انه شو بيفرقوا عني او عن حضرتك او عن حضرتك زينب؟ ما بيفرقوا شيء ابدا 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 ابدا. على العكس انا قلت لكم انا بحسهم يمكن افضل شوي، انه بيرغم كل شيء هن عندهم اياه، بيرغم كل المشاكل الكبيره ما فينا ننكرها نحن مهما قلنا لهم انه انتم طبيعيين، اما بالنهايه في مشكله واضحه وصريحه كمان، بتلاقي نفسيتهم كثير حلوه متصالحين مع نفسهم 100% 100%. بس ما فينا ننكر انه كان هن ولا الصغار او الاشخاص اللي عندهم مشاكل ذهنيه من التوحد وانواعه الكثيره بدهم درايه وعنايه واهتمام مدى العمر، يعني اكيد بشكل خاص سواء من الاهل او من الاصحاب او من الجمعيات او من الاشخاص المبادرات الشخصيه او المجتمع بشكل عام، فبدهم اكيد درايه دائمه. نعم، خلينا نحكي لك، كان عم تحكي لنا عن اعمار او تجارب يمكن شاركت بهي المبادره وكان لها اثر حتى عندك من خلال حكيك. خلينا نحكي عن التفاعل اللي صار بينك وبين هالولاد او حتى الكبار، وكيف عم تلاقي، هل في اقبال، هل في ناس عم تجي عم فعلا عم تشوف غيرها مثلا انه استفاد عم تجي، كيف فيهم عم يتواصلوا معك؟ صدقيني انا عم بتفاجئ. انا اخبركم انه بعد هيدا اللقاء مثلا من فتره كانت على احد المحطات الثانيه على الفضائيه السوريه المنادس فيها طبعا. ما وصلت لسه على البيت لانه حطيت رقمي انا انه اللي بيقدر يدق لي مين ما بدهم تحت الهواء اخذوا رقمي. ما بخبركم كم اتصال اجاني، ما بخبركم كم استفسار، ما بخبركم قد ايه عم يزيد العدد. يعني انا عم بلاحظ عم يزيد العدد بشكل كثير يعني كبير، الناس عم تلمس هالشيء على ارض الواقع، فممكن انه عم تحب تشارك. تماما ايه عم يشوفوا شيء واقعي وعم ينبسطوا بهي الفكره. وبقول نقطة مهمة أنا أنه هي بالنهاية تطوعية مجانية، نحن ما بنتقاضى أي شيء، وعلى فكرة أنا مو لحالي، أنا معي مجموعة تقريبا 3-4 أشخاص متطوعين مدربين ومدربات. تمام، رح نحكي عن هذا الكادر دكتور. بس أنا لفتنا العنوان، لا مستحيل أمام إرادة الحياة. العنوان جدا بيجذب يعني، وصدقيني طلع معي هيك هو يعني اختيارك العنوان. تمام، خلينا نحكي عن الكوادر يلي موجودة. يمكن ما يكون عددها كبير، ولكن هي كوادر قدرانة توصل لجواتهم لروحهم لهدول الأشخاص. ايه هلا نحن بديت لحالي، صار معي شخص، صرنا تقريبا هلا حوالي 5. وعلى فكرة أنا مبسوط في كثير أشخاص جاي تتطوع إنه شو أنا معكم، شو بدكم أنا معكم. فعنا لسه هذا الحس على فكرة الشباب والصبايا، عندنا هذا الحس وهي الاحساس بالاخرين، لسته خفت شوي يمكن الظروف ما بعرف شو غيرت فينا، بس اما لسته موجود وشيء كثير جميل وحلو. فتقريبا معظم المختصين انا عم نقي المختص يعني يكون بيشتغل بهذا المجال، اقل ما يمكن مجال التدريب الرياضي. لا بالنهايه التدريب الرياضي هو شامل للكل، مثل ما اتفقنا بالبدايه، اوكي الاحتياجات الخاصه عندهم بعض الحركات الخاصه فيهم، لانه في كثير حركات هن ما بيقدروا يجزوها، بس اما بالنهايه تدريب رياضي. فاخترت اكثر من شخص، عندي مدربتين، عندي مدرب مهم وخبير كابتن صافي طبعا معروف ومعي من زمان بهالمجال هذا، عندي كوتش اسمه عبير، عندي كوتش اسمه الهام، عندي انسان كثير مهمه بتساعدني بالتدريب وهي بتساعدنا بالاتصالات وبتساعدنا بالتصوير وبتساعدنا بكثير اشياء، لانه كثير عملنا لهم باخذهم لبرا بعمل لهم دروس خارجيه بنصورهم هي جوانا، فعم تكون معنا كمان. يعني في كثير اشخاص عم يعرضوا انه نحن بدنا نكون معكم، لانه فكره كثير حلوه. ما خبركم على ذكر انه صدقوني عم يتصلوا فيني من برا، من برات سوريا،
والله العظيم وصارت. انا تفاجأت انه اخذين الرقم حدا عن حدا، مخبرين حدا ليستفسروا عن هذا الموضوع او لو يبعثوا ابنهم او قريبهم او صديقهم او شيء. فنحن كثير مبسوطين بهيدي نسميها مبادره، مسميها التجربه كثير حلوه وفتنا فيها وكبرت. انا كان كل فكري انه فتره مؤقته، فتره الصيف انا عملتها انه عباره عن شهرين او ثلاثه بس امتد. نحقق شيء أمر كبرت كثير، ما عاد فينا نتراجع، بالعكس صارت كثير كبيره. نعم. وكثير رح نضلها مستمره اكيد ان شاء الله. ورح نقدر نعمل شيء اكثر. حتى هلا فت بمجال ثاني كمان قبل قول فايت فيه، هو موضوع جرح الجيش. عندي كثير اشخاص من جرح الجيش عندهم اعاقات، بتر، كفيف النظر، كمان عم نقدر نساعدهم كثير كثير كثير، لانه هن هذول لسه بحاجه لمساعده اكثر. نعم. بجوز الشخص اللي كان ولادي عنده هيدي المشكله تاقلم معه، صالح مع نفسه، عايش معه وعايش حياه طبيعيه، بس شخص كان سليم 100% لعمر معين، تصير معه حادثه معينه يخسر نظره او اطرافه او شيء، كثير صعبه. ما بخبركم، الحكي سهل. يعني لما نحن نقعد نحكي معه الحكي سهل. نحن عفوا اذا واحد وجعه راسه شوي شفتوا شو بيصير فيه الدنيا. شو بيصير فيه وبصير هو مو مبسوط وحياته سيئه و و و او اذا ضاقت عليه شوي ظروفه الماديه او الاجتماعيه، فما بالك هيك حالات عم بيكون حالتهم كثير سيئه. فيعني انا فعلا عم بحاول اعتني بمسالتين، هو مساله اني انا عن طريق الرياضه حسن لهم نفسيتهم، واكيد هي رح تحسن نفسيتهم لانه من اهم ادوار الرياضه هي تعمل على الحاله النفسيه وموضوع هرمونات السعاده والراحه والى اخره. دكتور يعني دائما نحن بنقول الاعاقه مو اعاقه الجسد، هي اعاقه العقل. انا باكدها دائما تعطيهم شيء من الحياه لانه الرياضه حياه، وان شاء الله بالاراده الموجوده عندك وعندهم ليكملوا الطريق اكيد رح يكملوا. شكرا لوجودك معنا. بدي اقول كلمه صغيره واحده بس فقير. بس اضافه لكلمتك انه الإعاقة هي إعاقة الأخلاق صحيح والضمائر، إعاقة داخلية، وما بالك قديش في إعاقة من هيدا النوع، وليس إعاقة الأطراف. صحيح، صدقيني إعاقة داخلية، ويمكن كلنا عنا إياها للأسف. نعم، شكرا كثير لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا، شكرا لك، شكرا لعيد المبادرة الإنسانية اللي قدمتها. إن شاء الله يا رب بنشوفك بمبادرات ثانية إن شاء الله يا رب. لهون تالي حلقتنا بتكون وصلت.